ربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد. اخوان ما ظل شيء، ان شاء الله البيت كله راح يكمل بحق محمد وآل محمد، وبحق اهل البيت، وبحق الناس الخير الشرفاء، وبحق الاحرار اللي وقفوا وياي وساندوني وما خلوا حكاية تطيح للقاع. اخواني ما ظل شيء، فزعتكم شيء بسيط بعد كلش، الله يحفظكم. الايد العامله بعدها، وبعد شيء الماني الراد، وشبابي شبيبان اخوتي افا عليكم من الغيره، وحق علي بن ابي طالب اليوم هي ريل وحده والرمات، وهسه الفاري اختدان بيها، لا ظل نمتون، لا ظل تركبه مجسمين، وافتر منا ومنا العشر تالاف الخمستعش العشرين الخمسمية، خير من الله، خير وبركة، وعلى هسه المواد خير من الله حطيتها. بعد فزعتكم شي بسيط، اهل الغيرة الشرفاء العراقيين الرقم فوق موجود، اللي يريد يتصل يتبرع، الله يحفظكم.